واحد بيقول انا بحب القراءة وقرأت كتبكم وبعدين بقيت اتسع في القراءة فقريت كتاب عبقرية المسيح للعقاد. كتاب عبقرية المسيح للعقاد بيتكلم عنه كإنسان له عبقرية، لكن المسيح مش مجرد إنسان له عبقرية. بيقول متى يموت الإنسان؟ هل بانفصال الروح أم بانفصال النفس؟ هما الاثنين بينفصلوا. هل نفس الإنسان موجودة في الدم؟ لا، هو الكتاب بيقول نفس الإنسان في دمه، يقصد لما يسفك دم الإنسان يبقى نفسه تخرج منه يبقى مات. هل هذه العبارة صحيحة واحد مع الألف الجوهر أم مساوي للألف الجوهر؟ هو قانون الإيمان المساوي للألف الجوهر، لكن كلمة واحد مع الألف الجوهر صح برضه، بس مش هي في قانون الإيمان. يناسبها ما ورد في يوحنا 10:30، أنا والآب واحد.